الباقي الذي لا يفنى ولا يموت القائل في محكم تنزيله إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. ثم الصلاة والسلام على السراج المنير معلم الإنسانية وهادي البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المشاهدون الكرام، أهيئكم تحية الإسلام قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. البيغلا وين نام نام جيل فا جيل تيكم كونا كانا أدانا كانا نتالا ناما بانا ما نبونا نتزوواس ندات بومن نينغا na kan balin kelen ka bakan be ya wato ti kumri ga min zanin na kan ya wato ti sabin le ne riga min zanin na kan dina na kan yin la alquran wa la pura ti arba mun na min nan sasan bi dunu ju fa gilli be dunu ju fa gilli ba min nan sasa la rikum bi dunu ju fa gil fadu ten gon ju fa gil fadu la arin bi ba so fa gilli anayi ba mun nan tor alkiyom dare to boye ne hinzin dunin tumbu mininga ne pore de kapuso la ti lare ko nabiyama nabiyam ni won nam san tume tawaya kar samba wa ya kanada wa ya tehda ila tunju sama muhammad sallallahu alaihi wasallam den ne pore e pour de point ne min ji fangil sambe ton gesro la ti lare wa kar kanga television la radio al huda antenne ni ecran zuga ko to wannan amti wanda kelin fasin yire to wannan sakar pore wani mai mpu yin konton tiya bab kanga to mai nan mpu yin tita yamba wannan sakar pore ilham postar lor pore inan ki so so kwa ni pipi so ko rehim be nuwe ti so kanga so ba aso kamen wilgi ya sababu se watin tiran yi ti ne ba yibo watiran diktaba fado au ya sababu on tigamdi nebe yibo wa fadi kar poin te yemar sa wa pabe en bi yemar rik to fado wa hanso man yito to wannan dina ganar po rani sabab ramma fadi ka sabab ramma lenin kan ga suba e aratan na ambangi wannan songol pore ran pipi sokra la wotone idan ayuhal mushahidun alkiram nashkurukum ala husni mutabaatikum wa nadkhulu mubasharatan fi mawdu'ina ilmun miras fa nabda'u bis su'al al awwal السائل يسأل ما هي الأسباب التي تجمع بين الشخصين في الإرث؟ الحمد لله رب العالمين. فأسباب الإرث ثلاثة. أولا النكاح، ومعنى النكاح هو عقد الزوجية الصحيح، عقد الزوجية الصحيح. بمجرد عقد زوجية الصحيح فيرث الزوج من زوجته وكذلك أيضا ترث الزوجة من زوجها والعقد الصحيح بمعنى عندنا بمعنى عند المسلمين هو عبارة عن إيجاب وقبول وكذلك ولي وصداق وشهود فبهذا بمجرد العقد الزوجية فإذا مات أحد الزوجين فالآخر يرثه والدليل على ذلك قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد وكذلك قوله تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد أما السبب الثاني هو الولاء وهو لم يعد موجود وهو الإرث بين السيد والعبد. أما السبب الثالث والأخير هو النسب، والنسب بمعنى مطلق القرابة، كل قريبك هو نسبك، وبمعنى الآخر هو اتصال بين إنسانين أو بين شخصين بسبب ولادة بسبب أي شيء ولادة. والنصب ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أولا الفروع، الفروع بمعنى الأولاد والأولاد الأولاد، هذا بمعنى أيسي فروع. والدليل على إرث الفروع قوله تعالى
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن وثاني من أنواع النسب الأصول، ومنعني بالأصول الآباء والأمهات والأجداد والجدات. والدليل على الأصول قوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. والثالث أيضا من أنواع النسب هو الحواشي، وناني بحواشي إخوة أشقاء، إخوة مثلا لأب، إخوة لأم، أعمام أشقاء وأعمام لأب وبنيهم أو أبنائهم. إذن فهؤلاء أيضا بمعنى الحواشي. ودليل على إرث أيسي الحواشي قوله صلى الله عليه وسلم ألهك الفرائد بأهلها فما بكي فلأولى رجل ذكر. إذن يوايام سوكا تسوك دا سوكا مين نامبانغي ولا فار سبب رمبا يا سبب وغن توين كتي تنبا يبليك تافارو تيجي نا انكوي غلامي ني وقتا هنكا ووينا نيتيا سبب وطابو لين ما يفولي يفول بغو يوالا لسلونغ فولي فولي هنداتا ولي مكومي مديغمي نفول لغدي لكاسي دامبا يوالا يفول نيغا qui était parlé que de Sirfado, qui s'est mis le lyric d'Abono à Parfado, Bahami comme tout Furtab de Kien et Tarpezin Nibala, Furbe Boy, Fara Likre, Benibi Besuka, Nitigre Amanil Alkuanwa Lapua, Tiar Yam Dopa, Yam Dick de Pusuka, Yam Parvan Kembat of Hankaba B. Le variété Parva Medic de Moy, Yam Ropa Han Kembasa, Nas Pom Puida Yamli, Yam Kembasa, Tisanka Babwe, Anka Babi. Len ko yakwera len malalinna yibu saba ya wala anye kalibe balalislong wa abomna pilit ni baba yemdo tamande ne handa yamin ba burkindi tim yamaman karam katar falik da yindikra to boniti al yesu ben saidi wal abdi faro juzab nandika boy ayam faro lanye kalibe len tabu zamin ya baso ma ya rum la hayti rum ya tokorum be ni be yib suka تيازيم سببن كتب يبا تنطابا تنك لبيه نبا يبا سوكا لازيم سببن كتب تنطابا تيامي بويبوين روما بويزين ستابو لنا بونام تيبوين تي ويلة ويلة كيدة كامبا أكوم ديبلي أكوم بولي أكوم ديبلي كوم ديبلي لا كوم ديبلي كوم بولي بام لبون تي ويلة يبا سبايا نيغلي نيغلي أبوين يا كيدة با كيدة ما كيدة يا بوكا كيدة يا بروغو بام لبون تي بوين تي نيغلي rendine msaba ya wala wenam yeti bo psana nyam nyam botan kayam basi kama albili be fali de kompugule yipuire nyawala dalili wunire ti kom dibli kama likda obaramba la maram fadu rene woto ma yibi msaba ma ha barama me nyime la woni yel alquran chen bawla mani ton ton yab yabse e yina woni yel alquran chen ti be ni ruqul ki ruqul be yiba ne ka fam dikla yopo mpuira yimla kayam basa ta santal biga rene mbara maha e yakida bon bonti hawasi won ama bisi ndalanchen la hawasi won bonti mabisa wakar bolom twenki faru are kida ba watan kabeti kida katal bibla la biaran twen go mabi goma adinja sababa taba twenki di bon nindik faru wan to yide furinki de parnesi dicta faru romenki de bine ba e bane biga e ma nene mbiga to likta faro deni ko ko yaran yon lok lawto ni wallahu alam yel kabe hona rega ya hoto non tasma bisi posta yamba television ni radio al huda kala daba la kete ba fangil barka el ko rar kar sama se ka ba malik ahmad kana ze han ko to vin ma lan nan kin ne sokor hum pahde ti sokka nga soba sokka me wile ti roman kalam la rawa suman kalma aham basa afarik daba ya min para ampa ne ama la bi pula la leban basa mabi sampase la arzeka la ne da base ya fado ta sunrata wa minyo ayobe lanti yi moha la sokra sokran da tambange net fagil hi farik da bapo wa hintim pam toto ratan wuti ki da fa apam na wanan ki da ma pam na wana ki da bi pula pam na wana ki da mabisi bomme pam na wana la amne dalidam sambe me
zemtia wena malquran wa ala poma te nabiya ma ali salatu wassalam sunna poa belko se tikasa ma pas finare oblikra poa wena msongol pore izan nuwasilu bi sual tali asailu yasal tufiya rajulun an zawjatin wa ummin wa bintin wa ikhwatin وترك مبلغا قدره 6 مليون فالسؤال كالآتي فكم يرث كل من الزوجة والأم والبنت والإخوة مع ذكر الدليل على ذلك في الكتاب أو السنة الحمد لله رب العالمين فكما جاء في السؤال على أن المتوفى ترك زوجة وأما وبنتاً وإخوة وترك 6 مليون فهنا نبدأ بالزوجة ونقول بأن الزوجة ترث الثمن الثمن بمعنى 1 من 8 لماذا ترث الزوجة الثمن لوجود فرع والد وهو عيسي البنت والأم ترث السدس لماذا ترث الأم السدس لوجود أي كذلك البنت و البنت نفسها هي ترث النصف لأنها انفرد إذا انفردت البنت في الميراث أو في المسألة هي ترث نصف المال والباقي يكون للإخوة يقسمون فيما بينهم بالتساوي إن كانوا ذكورا جميعا وإذا اختلط منهم إناث فيكون للذكر مثل هذه الأنثيين إذن فهنا نقول بأن أصل المسألة تكون 24 وقلتم بأن المتوفى ترك 6 مليون إذن سنقسم 6 مليون مقسوم على 24 ف 6 مليون مقسوم على 24 لسنا بحاجة إلى أعلى فبيكون 250,000 فيه 250,000 في 6 مليون مقسوم على 24 إذن فقلنا بأن الزوجة ترث الثمن بمعنى ثمن 24 ثلاثة بمعنى أن الزوجة ترث 250,000 في ثلاثة يساوي 750,000 والأم ترث 4 من 24 بمعنى سلس 24 4 بمعنى 250,000 في 4 يساوي 1 مليون والبنت ترث نصف 6 مليون وبمعنى 12 من 24 يساوي 3 مليون إذن سيبقى من الأنصبة 5 بمعنى 250,000 في 5 يساوي 1,250,000 هذا يكون للإخوة فإذا كانوا ذكورا يقسمون 1,250,000 فيما بينهم بالتساوي وإن وجد منهم إناثا أيضا يكون للذكر مثل هذه الأنثيين إذن يا ويهم يلا تسوق دا يلا من إلمان كالم بسا بغا لا بسا ما لا بسا ببولا لا بسا ما بيسي لكيدا بسا منيون يوبي تبراتنا بغنير فاهنان بامن تسون يتي yoy kaboyir kanan kima sin tumye e bala para alik de ni pour on pouira yem bola para ndik ni pour on pouira yewa mwini game ti kida abasa biga ma wame lik da abiga nke wa yo pour on pouira yem le buinga biga mbe wa bipugula mbe wa la bipugula menga nyilik da abawa nke mba arzaka pusuka nkelea kida mabisa ndikide hami kam tu bia rop jili pwita tabti ya metaba paapa hanaga mabiro lebra jibu mabipo wakia yemre den minyo yu ligiru rusosua na yi pisi la nase tona ndika minyo yu bampuizi yi pisi la nase tona mpama tuspihinunu leno wengamte parali kida pisi la nasa pwira tabo anandika tuspihinunu zisa tabo ya tuskwabra la pihinu nous on t'aime mal dire que la pire nase tous pisse la nase pour a il y a eu pour un pire yoa dès nous on t'aime dire que tous pisse nous insiste nase on t'aime dire que mignon yemre ti bipoula dire que la posuka pisse la nase posuka pire yibu
malé jalig de tous pi nuwa jin pi la yibu tin ya minion atabo din ton puyeme jin pi si la nase ya tabo ko paran kel pi si la ye yo bon ko ma wan kel pi la yo poy e media ka e tabo pi si la nase po on ko paran kel pi si la ye mle nyak nase on ko ma wan kel pi la yo poy te ton di pi la yibu ko be pou lankel pouire nou den ya tous pi nou nou ajinse nou lankel la ye minyo le tous pi nou adia ki de me bisa nande yim pouitaba ha mi kam ti me bisa europe gi li pouitata ap te jimse pa ha na rame o man me bi ro fa joute yibu ma bi pou fa gi joue yimre den ko ko ran yo wi ran la wotone wallahu alam ya wotone el posta e kasamba marboso larkele yalse wasi kangbalan wuligetin mikamti masalaka ngapoma e wabeti kida bipula la masanan kele nyaqa bipula la yalah ne mem masala wal hawa mikan lamem tiyaya biri bil masala hambe zingwa yalla masala no kendri ananti mam ya biligri ya hanti yetene da samman kalma ya para nema la biri bil yamri ulti bipula pa nema bisla hambasa rantia yin vinam da datika sama kodo e wannan sun alpore e izan nuwasilu bi sual wa sualu si yaqtaqu yaqul law iftaratna annahu taraka ibnan ay badalan min albinti fa hal huwa tataghayyaru almas'ala alhamdulillah rabbil alamin law taraka ibnan makan albinti fa taban almas'ala tataghayyaru bima'na anna azzawja ma zalat fi thumniha والأم ما زالت في سدسها أما الإبن هو يأخذ الباقي فإذا وجد الإبن فالإخوة لا يرثون بمعنى الإبن يخرج الإخوة من أيسه من الميراث فيبقى أصل المسألة 24 والزوجة ترث 3 من 24 750,000 والأم ترث مثلا 1 مليون بمعنى 4 من 24 يساوي 1 مليون و 250,000 في 4 يساوي 1 مليون والباقي يكون للابن بمعنى ابن سيرث 250,000 في 17 بمعنى سيكون 4 مليون 250,000 هذا يكون نصيب ايسي الابن رجع ويام سوكا تولى بلغري ندا انك امباسا بارا اما وان ابي بوغل نيم بيسا te ton puyi uni te parle de temps pour on puyi yem pisi la nase ya wala ni pour on puyi yewa te mawali ker yo pour on puyi yem le pisi la nase ya puyi la nase bi pour le ker pour souka tinke la mabisa ya la ho mi di masala wa e te ma mete le wala ni ram basa ya bibla ya la te on jini de bebe te ton eti te on jini be mawaki te ni pour on parle que te ni pour on puyi yewa mawaki te ya yo pour on puyi yem la bigambe wa la bin kella biriblan dikre ko bondo mabisa kale dikre faade kiri han ba biribla amabi kale dikre faade den li deke tan pou de jin pisi la nase nya pou jouta tan ban kon paran ya tout ko ba le pinou wa nya jouta na san kon ma wa ya minyo ye wa don nan kella minyo nase le tout pinou nya fa biriblan dikre ki de mabisi biribla ki da bam ni faado den yo wel Allah to no Allah wa farma soma on nan somo pore te pousse de yambar kosko la kete ken toy ne so ko on parle tenin kon asoba asoka men wiliti bom sama man kalam la bom sama man kalma ahambasi ya bi pula yemre mpa hne kom dibile nasi la basame watengo ngoten wiligam te wa parcelle ma wazin vila hambasan te sakratu hanan dik ziga mingan kose na mikam tener fa gil tempa ma puira poin e waza kan wela ti ayen ye sokwa la sakra ye la mela mamosan ye nimam ton poka ton kota meti ku ziga anti wen hanson to ku ziga ner fa tempa ma ligribin da zaka e me inki ve po wanti problem pa bi la mikam ti ma mabi sa tabni sa hanke ta ma miro pa tabni sa hanke ta ma ha bom sa sa zakka ko zo e tib kana ko zakai ta yi mo hala zulis ni sa hanbe wa til ko ta sa ma ta wela kan ko do ha wa mikam ti zulisa ya woto ne a tib ti mi ta wana winnam sumar pore
إذا نواصل بالسؤال التالي سائل يقول توفي والدنا عن بنت وأربعة أبناء وترك قطعة أرض يمكن بيعها بمبلغ يجد كل واحد من نصيبه منزلا خاصا له وأنا وأختنا نطالب ببيع قطعة الأرض فرفض ذلك بقية الإخوة الثلاثة فسؤالك الآتي فما هو الحل؟ الحمد لله رب العالمين. فالإجابة على هذا السؤال نقول بأن هذا السؤال يحتاج إلى جلسة يسالك فيها جميع الأطراف النزاع ومن خلال الجلسة نستطيع أن نستنتج أو أن نخرج بالإجابة على هذا السؤال لأن هناك أيضا بعض الأسئلة كان ينبغي لنا أن نطرحها للسائل ولكن باعتبار بأنه ليس معنا هنا فنقول فقد نقتصر بقول على أن الإجابة على هذا السؤال يحتاج إلى جلسة خاصة تسالك فيها جميع أطراف أيسي النزاع لن يمسوكم تسوك ريلمي تي بامبا ومانا كالم بس بامبا بيبولا يمري نكم ديبلي ناسي لمي كم تي بامبا وبس زيغا تي زيغا هاندي كونكوسي نام بوي فادا نام مي كمي تي بام فانسوكا توين پاما مي تي لامين زاكم فيني پابلا كامبا تينا ني تون بيبولا يتب كو زيغا ti neba taba yi ta ziga ka kowade ta yi buwadu na gisa yalla yi bi ne yalkan ayan wani latin yalin yilin ta tuntun wanda lokwala gomka ha sokosokon bai da tundurin sokos ninin sokawa latin sokosan mabisa pamfiyan matuwan fasi yalin kuma sokura a lokri la miki sokura ka bai na tun kansawa wani gamta tun ka tun pamfiyan lokra ta tuwan zai mai wahan shagar bumin ninye bala lokra tsagda me ti atigizgin nan zindi ti kamafa gir zindi ti buda me zindi ti kasedam zindi yewen sakar pore han la ma kila fa gilli yab ton yini ni reponse ma lokre sin a lokre hin yabo ntanafa la ma dar han nan lokre woto ni ti yala ta be ma ton ton wal lokam yeti de mal ramen mikit sama me don ton ye de lokra te standard yon lokre bibman wazin tigis gbudu tibam fangi zindi tibudu zindi wana zakat hasu ne taba pamla lokron ko ba na yibsi ga on sakar fone ya wato ne ti fahma suma asaba me abe kala zo wana sakar pore tir pore kar sama barkusro ne venma kuni la nan kin to ne sokure hampa hadita sokan suban awilga me ton ne mabiga ya mabi kasanga man kalam ratan wilgam bala ta ton kim kasanga na ton ba yemre ni ma yemre man kalam la san man kalam a hambasi ya paaba tabo leban basame kompule anu la basa kom dibile ayobe la basa wazaka te zaka zawhla bahare te zasa sore hanan dikam pui farikir ba ratan wilgam te paaba la kamman nerfa gilli anam pa mame e wazaka biri bil fa la boin la bipul fa gilli yi moha la tondo e sakra yela la ton na he kida mabi sa moha e ton me yela me tidhan da sake nandik za sam pui e nerfa gilli yemr yemr ko te nerfa pa mzaka la bumeni nga hankel he za sa sonro mahawa e banange sayinna o hanan dike amana soba wannan gese yinda wannan dik za kan soba amana soba ranti ya woto ne la soka da han soka la mi kam te ne sanar hin farikat ba po yin en za skwa sanar za he yel kanga te ye moha la kida mabi sa woto no akotul kar sama te wannan songon pore e be songo ba ne wa yel kanga zulega ayidigri e wannan songora pore إذا نواصل بسؤال تالي سائل يقول توفي شقيقنا الأكبر عن ثلاث زوجات وخمس بنات وستة أبناء وترك مساكنا يمكن أن يصل إلى عدد الزوجات
والأبناء والبنات. ونحن إخوة المتوفى اقترحنا توزيع المنازل على كل واحد من الورثة، وما سيبقى منها يمكن أن ننظر إلى شأنها، إلا أن هناك وارثان يرفضان ذلك، ونحن نطلب من سماحتكم المخرج من هذه المشكلة. الحمد لله رب العالمين. فهنا نقول بأن الأسرة حاولت علاج هذه القضية من باب الإنسانية، أما من الناحية الشرعية فنقول بأن مبادرتهم لا تنفذ. لماذا؟ لأن حينما يتوفى الإنسان لا ننظر إلى عدد المساكن أو المنازل، بل ننظر إلى قيمة كل مسكن، ثم نجمع الكل، وبعد ذلك نصل إلى نصيب كل وارث. وبعدما نصل إلى نصيب كل وارث، الآن نرجع إلى المساكن، فكل يستطيع أن يأخذ مسكنا الذي يناسب نصيبه. فإذا كان المسكن الذي يريده الشخص أقل من نصيبه فهو يزيد الفارق، إذا كان أكثر من نصيبه فيؤتى له المسكن ويزاد له الفارق. إذن فالتقييم يكون جميع ما تركه المتوفى، وليس أن نوزع المساكن ثم بعد ذلك نعود ونقيم ما تبقى من المال. فلذلك إذا كان اللذان يرفضان هذا الاقتراح من أعمامهم تبنوا على قاعدة دينية أو علمية، فنقول بأن عندهم حق في ذلك، وينبغي للأسرة أن يتصلوا بشخص المتخصص ليساعدهم حتى يصلوا إلى مخرج من هذه المشكلة. والمخرج بأنه يقسم ويقيم جميع ما تركه المتوفى، ثم يتم تقسيمه. وكيف يتم التقسيم؟ يقسم جميع التركة على ثمانية، ويكون واحد للزوجات، ثم الباقي يكون بين البنات الخمسة والأبناء الستة للذكر مثل هذا أيضا الأنثيين. لنوين جميع tiya wayam sokti sokra sokama bamma bi kasanga man kal lamikam tabasa parba tawo la basa kumpulenu ne kum dibile yobe alhamdulillah mabiga basa adjarse abasa zarse tizarsa hanam pui 20 point parfum 20 par mazaka bipul 20 par mazaka bili 20 par mazaka ti boom le kille ti bam yele ti bam na kellem puy kama zarsa de parba ti kille ma habibi alan gese na man tutu ti mi kam ti bal shukra yele mi ti la mi kam ti falik de ki de kam puse ni bayi bi yele bam ti bam pasa kel kan ti bala yele kan ka sakate ti mi bam datam bangi yibziga la tuni ti hani yibzi le bam data tun wuni de bamba ti bam tuma bam tumalam ti adam bi ni man zuere bam ni ki de capable kamba la bam tumaka dine sa ni dine tron yi wan wana ne da man kalam ton pa gel za sa sonani ton gedam za sa ligidi yan wana la na man on ban za sa ligidi za ka nga ya minyo woto za ka nga ya woto tu tigi fa gilli ka kele de bumbaye mari ya lan je masa hanan pui parfois nan pa ma wana bilibili fa nan pa ma wana bipul fa nan pa ba wana don ton to mba pa fa nan pa ma bilibili fa nan pa ma bipul fa nan pa ma ton di ka za sa ligile ton na ka ko za sai ton ye da bipul fa ne pa fa ta gesi me henda zak ninga ta gesi mamlata zak ha ti ton gesi yalla zak ligile jem sa fo ligide bi ha mi kam de jem da fo puira to bi zak han ko fo la mi kam ti zak ligide da fo puira fo para bu munin fo ndo on passa la riza ka mi kamiti zaka lirika ta fo puila ab konta fo zaka la lebo ligidi ya almana wana le pafo len ko yakwa tumni ngob na do on tum tutuwa abra do on tuba me ti wala dine han sala parba nan dika ni pour on puila yemle
tu vas me défendre ça Valérie il n'y pour moi puis là il depuis là il encore par là les vendiquer un peu j'ai ce tabou tu parles famille puis mais la femme va me dire la main larme taba tu les romans on a dit qu'un puis comme pour les à nous nous comme dit les yoba tu comme pour les nous qui tient nous tu comme dit les yoba les bras puis les yibou tu les bras puis les yoba t'obliges les femmes pour j'ai puis les yoba ndeka yemal fatia bi pula ayi fangilia bi dibla tidi alan kembe ma hange ma san eh bilibli mpam la woto bi pugur mpam la woto zarabi me haya nir fangese nyemi arze kan ni zakan ti on sab gese idin la zakan to bi gese hami kam di zakali gi jem sa yenda ni ligda to koin hami kam ti zakali gi di ni ligda to be ta bo mke lan passe hami kam di zakali gi kata ni ligda to ke hin la zakan la vial manona ni lebon la bleu coin le ligdi lebon le passé den ko koera unyam ti ne bayi ba hiti bam basaka ha mi kam ti dine so la gania ma ya bangala soriet ka sake wakar ko ngatun unyam to bangi to tara boom la mi kam ti bamme ka sak wal la ba ka bangal so la bi kiya la bi yelam ti nen kan bam basake il leb de dine hangana dine me hangana la ton manona en finra den ke len profite men to honel bourfa tinet ha man ka don bazar za ke tin andi kum puyi wotoy ligi za zar za bazar fa ka to za to en bebe ye tous minio pisia ti za bebe ye minio pi ni bi minio kwa ba we don ya valeur en compte de ka za sa soin compte soin en compte de den na tout men tal na kon venim wala so kan ala woto ni wallahu alam yawto no mata sa bisibe television ane radio alhuda ngesala wakat kanga wakat ningab son koda aya 50 post nyamba baraka yam kela songa yinga to so sa raketa nui layel kabet yam sa watar sokor hin yitfada way ngay walis longa ganade bi pame numero kanga zugo ya 70 26 42 79 yimi ya piso pwe pisila ayobe business la yibo piso pela we maite 11 data me whatsapp zugume ngom tiwa won songor pore ya 71 15 68 45 piso pela yemre pila anu piso bla ani bahne business la anu teruna me 60 par kwabra la pila ayobe television ne radio alhuda antenne ramazuto te mikro amatore yar kar sama Sheikh Abdul Malik Ahmad Kanazi bamanda kotul vinma yamma biga sana Ahmad la hasonul kar sama so point technica ya Sheikh Mahmoud Wadrago Sheikh Abdul Halim Zongo bamazin bine ya technica point kot mun namte mun gurunta se wakatato tillewa kinga ne so satori wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tilia sunu kasanga tewennam liban man sergal songon kon dunna tilipam taba television alhuda antenne ramazuto